للاسف ولينا كنشوفوا الرداء في الاعمال بزاف في هذه السنوات الاخيره وخصوصا في التلفزيون. انا ملي كتقترح عليا ادوار ما مقنعانيش ولا العمل ما تيقنعنيش كنفضل انني ندير واحد الوقفه ونعاود الحسابات ديالي. شكرا وخلقتي بهذيك باقا في المنتديات ديالك. ميرسي الله يبارك فيك. السر هو كنظن حلاوه الروح اكثر والاعتناء بالنفس والتصالح مع الذات. الوغ الفيلم رومانسي فعلا، فيلم رومانسي وجميل جدا. اول مره كنشكر فيلم انا لعبه فيه. ولكن انا ما عنديش دور البطوله طبعا ناديه كوندا، انا عندي دور شكرا، عندي دور اللي هو مهم في الفيلم واخا المساحه ديالو صغيره ولكن عنده اهميه في الفيلم. انا ما عنديش دور رومانسي في الفيلم. الفيلم رومانسي. الوغ انا طبعا منين فوزي اقترح عليا الدور اللي غتشوفه ما قدرتش نقول له لا، لانه فوزي يعني انا بالنسبه لي فقط العمل مع فوزي في حد ذاته متعه وفي حد ذاته شرف. وبحال اللي قلت لك ما نبغيش نحرق الفيلم، غنخليكم تشاهدوا الفيلم. وطبعا انا كممثله كان حنا عندنا واحد النقص مالوغوزمون في الافلام الرومانسيه في المغرب، ما كنصوروش بزاف الافلام الرومانسيه، فانا ماذا بيا انني تكون افلام رومانسيه بزاف ونلعب ادوار رومانسيه. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.